ولما خرج من سدوم تقول ايه الخسارة اللي خسرها؟ خسر كتير، خسر مراته صح، خسر بناته. لما جه يكلم أصهاره عشان يخرجوا يقول كان كمازح في أعين أصهاره. نعم. مش ده مؤمن؟ أهو ده حال مؤمنين كتير، مؤمنين كتير لكن ما عندهمش رؤية، ما عندهمش تأثير، ما عندهمش تأثير، هم ملح بلا ملوحة. فهو الكتاب قال عنه أنه بار، لكن هذا البار خسر كل ممتلكاته ويختم الكتاب على مشهد سيء جدا للوط مع بناته، وبناته قالوا ما فيش، مش شايفين رجال في المنطقة، أسكروا أبوهم واتضجعوا مع أبوهم، وجابوا إيه من الاتضجاع ده؟ المؤابين والعمونيين. وختم الكتاب أسدل الستار الفصل الأخير من قصة لوط، وكأنه لم يذكر لنا النهاية، كأن لوط أصبح قصة لا تستحق الذكر. انتهت القصة عند كده، عند مشهد مأساوي مأساوي. دي رسالة لكل مؤمن، لكل مؤمن، إنك قد تكون مؤمن بس مش عارف الرب عايز منك إيه، ومش بتقعد كل يوم في محضر ربنا وتقول له يا رب انت عايز مني ايه. فمش يعني ممكن اكون يا أسيس نزار، عشان ارجع للي قلناه الاول، انا عارف ان هدف الله من خلق الانسان اني اعرفه واعيش له. طب وبعد كده؟ لا، ده اعرفه واعيش له واخدمه، اخدمه احبه واخدمه، وعن شرط ابقى واخد كل منه. ابقى قايل له عايزني لايه بالظبط. أسيس نزار 100% و1000% حضرتك قعدت قدام ربنا كتير، عشان كده تأثيرك واضح، ربي يبارك، خدمتك كبيرة. ليه؟ هل انت جيت بالصدفة للمكان ده للخدمة دي؟ مش في مؤمنين عرفوا الرب يوم ما انت عرفت الرب لكن فضلوا كما هم، لكن في واحد عرف يقعد قدام الرب عايزني في ايه يا رب؟ الرؤية. عايز مني ايه يا رب؟